تو هوا. كنت مرة ماشية في الشارع وشفت واحدة ست بياعة قاعدة في الشارع وبتبيع وكده، وكان معاها بنت صغيرة يعني حوالي 6 سنين كده هو، وما خدتش بالي يعني البنت عملت ايه، لكن انا شفت حتة قلم نزل على وشها. في الحقيقة الموقف ده انا مشفتوش مرة واحدة، انا شفته كتير قوي وتكرر كتير قوي وفي حتت كتير قوي وبمستويات اجتماعية كتير جدا مش بس البياعة. لكن خلينا نكمل الحكاية. أنا بصراحة اتخضيت، يعني أنا شخصيا اتخضيت، بعدها غضبت جدا وحسيت في إيه، هي البنت دي عملت إيه، ومهما كانت يعني عملت هي إيه الموقف اللي يستدعي الألم اللي اترزع على وشها ده. ولقيتها حطت إيدها على خدها كده وهي مخضوضة ومش فاهمة إيه اللي حصل، وقعدت تعيط، وحتى وهي بتعيط كانت كأن ملهاش حق إنها تعيط، كأن ده العادي أو كأنها بتختلس العياط كده هو. وصعبت عليا قوي، كنت متغاظة قوي من الأم، كان نفسي أقول لها أنت إيه اللي أنت بتعمليه ده، هو إيه ده، ليه هي عملت إيه عشان تعملي كده معاها. وفضلت ماشية وأفكر، طبعا ماليش الحق أني أعمل كده، وأنا نفسي بتغاظ لو أي حد اتدخل بيني وبين ابني في أي حاجة بتحصل. لكن قعدت أفكر، هو البنت دي اللي بتتضرب طول النهار دي تطلع بتواجه الدنيا إزاي، وإزاي مطلوب منها أنها تطلع حنينة ولطيفة وهادية وسط كل العنف ده، تطلع إزاي بتقول لأ لما حد ياخد حقها، تطلع إزاي لما جوزها يحاول يضربها وتقوله لأ مش هينفع تضربني، تواجه الدنيا إزاي وتدور على حقها إزاي. الموضوع ده مؤلم قوي وبيوجع قوي، ومن كتر ما هو بيوجع واضح ان التليفونات جت. الو، انا اسمي عزة، عندي 27 سنة. اهلا بيكي، انا سامعاكي، اتفضلي. انا واخويا واختي تربينا في اسرة تعيسة جدا، على طول ابويا وامي كانوا بيتخانقوا وصوتهم عالي يسمع الجيران، لدرجه ان الجيران اصلا عرفونا بان بابا وماما بيتخانقوا على طول. احنا ما كناش فاهمين، بس كنا بنبقى خايفين، خايفين طول الوقت. بعد كده كنا بنحاول ان احنا نفك الخناقه ونخلص بينهم. ساعتها كان بابا بيضربنا احنا كمان، وهو بيضرب ماما لما بنحاول ندافع عنها. احنا ما كناش فاهمين اي حاجة، انا ما كنتش فاهمة هو مين اللي غلطان فيهم. ابويا اللي غلطان لانه عصبي وعنيف، ولا امي اللي كانت غلطانة لانها بتستفزه مثلا، ما كنتش فاهمة. بس كل اللي كنت فاهماه ان ما ينفعش حد يضرب حد تاني، مفيش أي مبرر إنه يعمل كده. كبرنا شوية ووصلت الضرب اتحولت علينا إحنا كمان، ما كانش فيه أي رد فعل تاني غير الضرب، دي أول حاجة بيعملها وتقريباً ما بيعملش غيرها. لما بتضربي في حاجة جواكي بتتكسر، وما بتبقيش عارفة هي ايه ولا ازاي ممكن تعالجيها. ولما يكون مصدر الأذى هو اللي المفروض يكون مصدر الأمان، بتعيشي عمرك كله وانت حاسة انك ملكيش ظهر. انا كنت خايفة طول الوقت انه يجي واحد ونتجوز ويكون متسلط وعنيف زيه. دورت على واحد ولقيته، هو كان إنسان محترم جدا ومهذب وبيتقي ربنا فيا. اتجوزنا وعشنا مع بعض 4 سنين وكنا مبسوطين وسعدة جدا، وجبنا طفلين زي القمر، لحد ما الشركة اللي هو بيشتغل فيها قررت إن هي تصفي العمالة، وكان جوزي واحد منهم. طبعا هو حاول إن هو يدور على شغل، قعد فترة يحاول
لكن بعد كده هو بطل محاولة. أنا طبعا فكرت إن أنا أنزل وأدور على شغل علشان أساعده، وعملت كده فعلا واشتغلت. تخيلت إن ده ممكن يشجعه ويحمسه إن هو ينزل تاني ويدور على شغله وإحنا الاتنين نساعد بعض، لكن ده ما حصلش. العكس تماما هو اللي حصل. هو حالته بقت أسوأ، وبقى يهرب ويقعد على القهوة فترات طويلة جدا، ويصرف فلوس كتيرة قوي في قعدته دي. بدأت أتعب جدا واتكلم معاه واحاول اقنعه باللين ان هو يحاول تاني يدور على شغل، لكن يظهر ان سكوتي واستسلامي خلاه يزود اكتر اللي بيعمله، لغايه ما انا تعبت. في مره من المرات كنت بتكلم معاه كده وطبعا صار وغضب وقام وضربني. حسيتي بإيه في الوقت ده؟ حسيت إني أتعس واحدة في الدنيا، وإن ربنا مش كاتب لي الفرح. حسيت إني خلاص أنا مش عاوزة أعيش تاني. حسيت ولسه حاسة بكمية إحباط ويأس رهيبة. أنا تعبت، تعبت قوي ومش عارفة أعمل إيه. شكراً قوي على مشاركتك و... واطمئنانك لينا، وإنك حكيتي وجعك وألمك. خليكي معانا وإن شاء الله نقدر نساعدك، وعلى الأقل خالص نطبطب عليكي في وجعك. ألو، إزايك؟ عاملة إيه؟ عندي حد اتصل في البرنامج وعنده مشكلة كبيرة وعايزاك تساعديني، وعارفة أنك هتعرفي تساعديني قوي. حلو قوي، ماشي، مرسي، شكرا قوي، باي. مساء الخير يا سوزي. اهي يا ميري، مساء النور. البنت اللي اتصلت واضح انها يعني متألمه قوي، مجروحه وموجوعه، ومش هي بس، هي واهلها كلهم، يعني هي واخواتها ومامتها كلهم عندهم وجع حقيقي. هل تقدري من خبرتك وجلساتك وقعداتك مع الناس اللي اتعنفت في بيوتها توصفي مشاعر شخص حصل عنف زي كده معاه؟ مش قادرة افهم ازاي اللغة بتاعت الضرب بقت مقبولة. لغة الضرب مقبولة للأطفال ومقبولة للزوجات، ودي كارثة كبيرة. يعني انه الشخص القوي اللي هيبقى عنده عضلات هيقدر يمد ايده على الزوجه اللي ما عندهاش عضلات والاطفال، في حين انه بيعرف ان الشخص اللي بيمد ايده بيضرب ده شخص ضعيف. دي لغه الضعيف، اللي ما عندوش حجه واللي ما لهوش وجود ومش مقنع وما عندوش منطق وما عندوش حضور ومسؤوليه. فأنا أقدر بحضوري ومسؤوليتي أقنعك وأتحاور معاكي وأخليكي توصلي للمرحلة إنك تبقي راضية وأنا بطلب منك حاجة، مش إني أمدي إيدي عليكي وأضربك عشان أمشي كلمتي. فدي لغة الضعيف، أو حتى عشان أقول لنفسي إن أنا متسلط. يعني ممكن ما تبقاش أصلا الموضوع فيه يمشي كلمته ولا أي حاجة، عادي مفيش أي حاجة حصلت، بس كل الحكاية إن هو عايز يقول لنفسه أنا صاحب السلطة. صاحب السلطة وصاحب الكلمة. فيمشي يضرب في الناس كلها عشان يبقى قال كده لنفسه. طب عايزة، يعني حاسة برضو عايزة أقول حتة إنه كمان الأم اللي بتبقى داخلة في دايرة إنها مرعوبة إنه الراجل يجي يضرب، يعني يجي من بره يلوش فينا كلنا، كمان ما بتبقاش قادرة
تاخد بالها كويس من عيالها. طبعا بتبقى زي ما كفاية على وشها كده مهددة. هي مهددة. هي أجير مهدد بالضرب. إنه لو ما نفذش المطلوب منه بحسب مواصفات اللي مطلوبة منها هي مهددة إنها تتضرب. فأنت عارفة أنا إيه بقى وأدي عشان دي سخرة يا ميري. ده سخرة. دي مش علاقة شريكين متساويين فيها حب وفيها رحمة وفيها عطاء. دي علاقة سخرة. فهي والولاد مبقاش عندهم أي احتياجات مسددة. يعني أكيد أكيد هي مش هتبقى قادرة تديهم بقى الحب طبعًا والحنان طبعًا والتربية. حتى الأم اللي موجودة الكويسة اللي عايزة تعمل حاجة كويسة لو هي ما بتضربش هي كمان يعني يعني مش هتعرف تعمل دورها لأنه هي متاخدة أيوة في الدايرة دي. فاحتياجاتهم لم تسدد سواء من ده أو من ده. طبعا البنت بقى اللي بتخرج تضرب من جوزها لما بتيجي ترجع تستنجد بأبويها بيقول لها ارجعي. احنا يا ما دي ثقافتنا. فهم بيبقوا موافقين ان جوز بنتهم يضربها علشان ما احنا ده اللي كان بيحصل. هو ده العادي. وده العادي. فالام بمنتهى البساطة تقول لها طب ما عادي ما ابوك يا ما ضربني ويا ما استحملت عشانكو ويا ما شفت عشانكو. استحمل واشيل واشوف عشان اطفال عشان اقدم لهم نموذج مريض. الاثنين مرضى على فكرة. يعني الاب اللي بيضرب مريض والام اللي تقبل وتوافق وتكمل هي مريضة. هو مريض علشان هو بيقهرها وبيقلمها وبيمد ايده عليها. وهي مريضة عشان مش عارفة تدافع عن نفسها ومش عارفة تستقل مش عارفة تقف على رجليها وقابلة وضع غير آدمي عشان خاطر أولادها. أنا بقى عايزة أقولها النهاردة حضرتك بتقدمي نموذج سيء للأولاد هيروح يعملوا زيه. فلو عايزة أولادك يتضربوا لما يكبروا وبيوتهم تبقى شبه بيوتك كملي وانت فاكرة يا حرام وصبرة ومكملة وفاكرة ان انت عشانهم. ده مش علشانهم على فكرة. طب تعمل ايه سوزي؟ هي محتاجة تبتدي ترفض انها تضرب. بتحتاج تدور لها على كبير في القصة يساندها. كبير بقى اي كبير. كبير بتاع جوزها، كبير للعيلة ولا العيلتين، تروح لراجل دين، اي حد تروح تطلبه يقف جنبها ويساندها في القصة دي. حد يكون مش هيقول لها ده العادي. بالظبط. وحد يكون ليه كلمة وقور ومحترم ويبقى ليه كلمة كمان على الزوج. وياخد تعهد على الزوج انه ما يمدش ايده عليها وما يضربهاش. ونبتدي نعمل محاولات في القصة دي. لو نجحت خير وبركة. لو ما نجحتش هي محتاجة تبتدي تخطط ازاي تخرج برا البيت بأولادها وما تعرضش نفسها ولا الولاد للضرب مرة تانية. تخبط على الهيئات والمنظمات اللي بتساعد الستات في الظروف اللي زي دي. في هيئات كتيرة ومنظمات بتساعد الستات اللي بتتعرض للعنف بالشكل ده. النموذج ده على قد ما هو مجهد ومتعب بس بيخلق روح من الوجود والتحدي عند الستات. ولادي لما بيشوفوا عندي نوع من الصمود والتحدي وإن أنا هكمل وإن أنا كرامتي بالدنيا كلها وحافظ على كرامتي هم بيبقى عندهم نموذج جيد لأم جيدة. مش بيقبلوا فيه العنف بعد كده. بيقرروا يعيشوا بكرامتهم بعد كده في بيوتهم. هسألك سؤال بقى عشان ده فيه استغلال روحي. أقدر أقولك إنه الست لازم تستحمل ولازم تقبل وربنا هيزعل منك واستحملي عشان مش عارف أنا أسفة. إيه رأي ربنا في القصة؟ لا أنا أسفة. أنا أسفة جدا. ربنا ما يرضاش بالظلم يا ميري. ربنا لما قال له حبها حط نموذج إنه يضحي بنفسه من أجلها كما أحب المسيح الكنيسة مش يضربها وأسلم نفسه لأجلها. بالضبط بالضبط. فهو النموذج اللي اتحط في الكتاب ما بيقولش كده. ما ينفعش الزوج يبقى الصليب.
ما ينفعش هي تروح تطلب مساعده ويقولوا لها ده صليبك استحملي. ما ينفعش الزوج يبقى الصليب، السند ما ينفعش يبقى صليب. الصليب هو اداه للعقاب، الصليب هو الم، هو شوكه. ما ينفعش الزوج اللي هو بيقوم بدور السند اللي مسؤول عنها من بعد والديها يبقى هو الصليب. ما ينفعش. احنا كده بنخلط الاوراق في بعضيها. فعشان كده لما تروحي لحد ويقول لك استحملي وصلي له واستني لما ربنا يعمل في حياته والحاجات العظيمه الكبيره دي على عيني، لكن انا مش موافقه، لان هو لازم ياخد قرار من جواه انه يقبل ربنا ويتوب ويقرر يبقى انسان كويس ويخاف ربنا عشان يكرمها. فانا في اراده تانية في القصه، ما ينفعش ابقى متجاهله الاراده التانية اللي رافضه انها تقبل ربنا ويبقى بني ادم حقيقي مؤمن في حياته، وابقى طول الوقت قاعده بصلي وبطلب ربنا واقول ما فيش استجابه. الكتاب قال لي برضو لا تجرب الرب الهك. انا مش هضحي بنفسي ومش هضحي باولادي علشان اعيش نموذج بيتبع لي ان هو ده الست المؤمنه الحلوه اللي تبقى قاعده مستحمله. فده مش اللي ربنا عايزه. يعني مثلا المثال بقى او الاستغلال اللي بيتقال الروحي هو بيسيبوا بقى حبوا نسائكم دي خالص، بيقولوا ايه اخدعنا لرجالكم. ده اساءة استخدام الايات. اللي عايزه اقول لك ان في ستات عندها مشكلات بعينها مع بعض الايات اللي تم استخدامها بشكل خاطئ. وده احنا بنسميه اساءة روحية. ايه الاساءة الروحية؟ هي الاساءة هي لما بستخدم كلام ربنا في مواضع خاطئة واساند بيها الظلم. فانا هنا باسيء للاخر، انا باسيء للاخر باسم ربنا وباسم انه ربنا قال كده وان هو ده الايمان. ده مش ربنا، ده مش ربنا. فربنا ما قالش كده لا، ولا في اي حاجة، ولا في اي حاجة في الدنيا اتقال لي اتضربي وقعدي كملي، ولا في العهد القديم حتى، ولا الجديد، ولا في اي حته، ولا في اي حاجه. تقولي ايه سوزي للبنت المساءه؟ هقول لها انا مقدره جدا التاريخ الصعب اللي انت عشتيه، ومقدره وجعك في نموذج اسره مش سوي ومضطرب، وعايزة أقول لها إن في أمل إن أنت تتعافي. في أمل إنك تقفي على رجليكي وتبتدي تعيشي هنا ودلوقتي، تستمتعي بهنا ودلوقتي. هقول لها إنه ينفع في يوم من الأيام تجتهد إنها تعمل أسرة أفضل من الأسرة اللي خرجت منها. ينفع. بشوية مجهود وشوية دراسة وشوية إيمان وصبر وتسليم لربنا وسند. هتقدر تعمل نموذج أفضل. وخصوصا لو بقى عندها شريك أفضل من أبوها. وكأني عايزة أحذر كمان البنات إنه خلي بالكوا، لأنه إحنا ممكن من غير ما نشعر بنتجوز شخصيات شبه أهالينا، فمن غير ما بشعر بلاقي نفسي ممكن أكون بنجذب لشخصية شبه شخصية أبويا اللي كان مسيء. فأنا بحتاج أركز وأدرس وأفهم عشان أعرف أختار صح. طب ولو اتفرض علي؟ ما فيش حاجة اسمها اتفرض علي أتجوز بالعافية. ما أنا مش موافقة إنه حد يقول لي أنا اتفرض علي أتجوز فلان بالعافية. أنا مش موافقة على ده. فيش حاجة اسمها ظروفي أقوى مني. كل دي أوهام صدقناها وحطيناها قضبان حوالين مننا وسجننا نفسنا جواها. ربنا ما خلقنيش ظروفي أقوى مني. أنا اللي أقوى من ظروفي، أنا اللي أعمل ظروفي على فكرة. أنا اللي أصنع الحاضر بتاعي. أنا اللي أنام على حصيرة وأكل لقمة قد كده وأعيش بكرامة، وما وافقش ان انا ابقى مهانه ومتبهدله واتضرب عشان اعيش في مستوى احسن من ده. موافقاكي قوي، موافقاكي قوي قوي.
ميرسي يا سوزي جدا. ميرسي يا ميري. ويا رب كده يدي قوة للأطفال وللستات وللولاد اللي تهانوا وأسيئوا إليهم، ويعرفوا يطلعوا يبتدوا بداية مختلفة ويكسروا الدايرة اللي عاشوا فيها وأهاليهم عاشوا فيها سنين. أمين أمين. ميرسي يا سوزي. أمين. شكرا. أهلا يا هبة. أهلا يا ميري، ازيك؟ النهاردة البنت اللي اتصلت كانت بتتكلم عن عنف في بيتها، عنف أسري، وده للأسف كتير قوي في بيوت كتير قوي. تفتكري كلمة ربنا بتقول إيه عن الموضوع ده؟ لأنه في استغلال كتير قوي، يعني في استغلال وفي كلام غلط وفي مفاهيم غلط من المجتمع ومن الرجالة بيقولوها البعض ويصدقوها الستات. فتحبي يعني تقولي ايه من كلمة ربنا للموضوع ده؟ الله مش موافق على اللي المجتمع بيعمله، ومش هو اللي سامح بيه. بيحصل ليه؟ بيحصل انه الله ادانا عقل وإرادة وخلقنا على صورته النقية الجميلة، لكن الخطية شوهتنا، فبقينا بنقسى وبقينا بندوس لدرجة إنه بنمد إيدين على بعض، وبيبقى فيه عنف بالضرب وعنف بالإهانة والألفاظ وعنف بالحرمان من حاجات ومن حقوق وعنف بالأسوأ وعنف بالتخلي في وقت الاحتياج عن إن أنا مسؤولة عن حد فبسيبه. الله بيكرمني كست جدا جدا فوق ما أنا متخيلة، وبيكرم كل بنت. والبنت اللي متصلة أنا عايزة أقول لها إنك محترمة قوي في عينين الله ومقدرة جدا وليكي قيمة كبيرة جدا. يسوع لما كان على الأرض وقت ما كان متجسد وقف ضد العنف ضد الست، ومش بس أي ست، أنتي عارفة إن هو وقف ضد العنف عن واحدة زانية، مش بس واحدة عادية ولا واحدة قديسة، لا دي واحدة خطية. حتى الخطية بيقول الناس انتوا مش من حقكم تأذوها، سيبوها لي، على فكرة أنا الله مش انتوا، أنا هتصرف معاها كمان. يعني انتوا مش من حقكم تعوروها بالطوب وبالحجارة. رفض، ما سابهمش يعملوا كده. ودي كانت يعني ثورة، وكانت وقفة مختلفة عن اللي المتعودين يعملوه والعادي بتاع الوقت ده. من المؤكد جدا انه الله في قعداته مع التلاميذ بتوعه ومع الناس كان بيحترم الطفل، وكان بيحترم المرأة، وكان بياخدها في الخدمة، وكان بيدخل بيتها، وكان بيسمح لها تسكب الطيب على رجله، ولما كانت بتعنف في كل الحاجات دي كان بيقف في ظهرها وكان بيدافع عنها، ما كانش بيسمح بالإهانة. نيجي بقى الحتة مستغلة في البيوت، الآيات الجميلة اللي في أفسس وأصحاح 5 عدد 22: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. أخضع كما للرب يا ماري، مش أخضع النتهان والضرب، لأن الرب مش هيضربني. بالظبط، حتى وأنا خاطية هو مش بيعنفني، بيحبني، بيسامحني، بيقبلني، بيجي لغاية عندي يقول لي تعالي يا كاملتي يا حمامتي كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبا. جي خلصني من الخطية، مش يحط علي هم. فأخضع لجوزي كما للرب. طب لما جوزي يعنفني ويمد إيده علي بعد إذنك من فضلك، ده مش مظبوط، ده مش صح. وأنا نفسي لو في رجالة بيسمعونا، ارجع اقرأ أفسس، ارجع اقرا بطرس، ارجع شوف الرساله اصلا. الله بيقول لك ايه كزوج، حب مراتك ازاي. بالظبط، هو بيقول كده، بيكمل بنفس اللي انت بتقوليه. ايها الرجال احبوا نساءكم. تمام، عدد 25: ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة. عمل ايه المسيح للكنيسه؟ قال كملت الايه، واسلم نفسه لاجلها. يعني حضرتك المفروض تضحي علشان مراتك زي ما المسيح ضحى علشان الكنيسه. حضرتك مش المفروض تطالبها بانها تعمل اللي انت عايزه طول الوقت، حتى لو ضد ارادتها، حتى لو ضد طاقتها، حتى لو فوق احتمالها، حتى لو
مش عايزاه بأي طريقة، بإنك تمد إيدك أو إنك تعنفها أو إنك تعمل زي المجتمع ما بيعمل، تعمل زي الرجالة اللي أنت بتقعد معاهم على القهوة ما بيعملوا، تعمل زي ما تتفرج على الميديا في التلفزيون والمسلسلات، تعمل زي ما تعمل مع مامتك، تعمل. والبنات والستات إحنا بنقبل نتمد إيديهم علينا زي ما شفنا أمنا بتضرب، ما أنا مش أحسن من أمي. أيوة بالظبط، ما ممكن يبقى فعلا بيفكر كده لأنه ده العادي. المأساة كمان يا ميري إنه في ستات بتتوهم إنه ده اهتمام من جوزها او ان هو ده العادي، يعني ده هو ده المفروض ودوره انه يربيها. لا على فكره مش دوره انه يربيك خالص، هو ممكن يقول لك انا متضايق من الحكايه دي وانا عايز منك تكوني احسن في كده. مش معنى انه بيربي بنته انه يمد ايده عليها، هو بيهينها، بيهين الكرامه اللي جواها، بيهين الكيان اللي فيها، وده صوره الله، بيهين الاحترام اللي فيها، بيكسرها. ده مش ذكاء ولا حكمه ولا ده وصيه الله النهائي. فمن فضلك ومن فضل كل ست وبنت، ما تقبليش ما تصدقيش ان الله موافق او مبسوط. ابدا ابدا مش هو اللي عايز كده، ومش سامح بكده، ومش مش موافق على كده. ولو قلتي لا انت مش ضد الخضوع او تماماً، مش ضد اللي ربنا عايزه تماما، لانه يسوع نفسه لما دربوه لطموه قال لهم لماذا تلطمني؟ لو كنت عملت غلط قل لي، مش عاقبني، مش اضربني حتى لو عملت غلط، لا قولي. لكن ده مش ضد ان انا اقول انا ما انا ممنوع، مش ممنوع نمد ايدينا على بني ادمين على بعض، في لسان في عقل، ممنوع نزعق، ممنوع نهين. ميرسي هبة جدا. شكرا يا ميري ليكي. عايزه اقول لك انت غاليه وغاليه قوي، وانه مش من حق اي حد ان هو يحسسك انك قليله او انك تستاهلي اللي بيحصل ده. عايزه اقول لك انك ما تستحقيش كده، وانه مش من حق حد ان هو يجي عليكي او على حدودك او على كرامتك. عايزه اقول لك انه ينفع تقولي لا، وينفع توقفي اللي بيحصل معاكي الاساءه دي، خصوصا لو انت كبيرة وتقدري تقولي لا، وحتى لو صغيرة ينفع تقولي لا. عارفة ان ربنا كمان عايز يساعدك وعايز يقف جنبك، وعايزك تبقي قوية، وعايزك تشوفي نفسك انك غالية وانك قيمة وانك ما تستهليش كده ابدا. وفي النهاية عايزة اقولك كل الجميلة.